بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، فأهلا وسهلا بكم أيها المشاهدون، أيها الطلاب الكرام، لعلكم بخير وعافية. فأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المبارك. إن شاء الله نواصل درسنا في الأسبوع الثالث، اليوم الأول، في اليوم الأول من الأسبوع الثالث لبرنامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، في كتاب سلسلة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، الكتاب العربية بين يديك. الكتاب هو العربية بين يديك. فدرسنا خلال الأيام الماضية عن التعارف، عن التحية والتعارف، ثم درسنا عن تعريف الشخص الآخر للمخاطب، يعني تعريف الشخص الثالث مع لمن يعني نحدث أمامنا. فلو رجعنا إلى التحية فنقول السلام عليكم، ثم نأتي إلى التعارف. اسمي عثمان، ثم أنا من كمبوديا، أنا كمبودي. ثم نريد أن نسأل عن الاسم، ما اسمك؟ إذا نخاطب الرجل المذكر ثم نقول ما اسمك،
إذا نتحدث أو نسأل المرأة أو المؤنث عن الاسم، ثم قلنا هذا أخي، هذا صديقي، هو مدرس أو هو معلم، هو طالب، وهذه أختي، هي طبيبة أو هي معلمة، وهكذا. هذا هو التحية والتعارف. وكنا ندرس أيضا العدد من 1 إلى 5، فقلنا 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5. فالحمد لله، فهذا باختصار ما كنا ندرسه في الأيام الماضية، الأسبوع الأول، الأسبوع الثاني، ثم اليوم الأسبوع الثالث. جنب أبوي دايجن مارين كلام مهاي كي يجن ديجي أمبي كا سواكم ننكا ناي نوم كلون أسكوال ننكا سو شموه ربح دايكو سنتدي ربح يجن ننكا براب شموه ربح يجن تأوي نعدتي قد بان دن كدو جي كا ناي نوم نعدتي براحتي باي أوي نعد كمبون تسان تنية شموه يجن قد بان سكوال جنب سنكم تا نعد សិក្សាយើងទាំងអស់ទៅកំពុងតែតាមដានសិក្សានេះគាត់បានយល់គាត់បានចេះបានចាំនៅចំណែកនេះហើយក្នុងនោះយើងក៏បានរៀនអំពីឈ្មោះប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយប្រទេសប៉ាគីស្ថានទុរគីមីស្រសូរីប្រទេសដែលមាននៅក្នុងមេរៀនរបស់យើង ចឹងទៅប៉ាគីស្ថានជាប្រទេសប៉ាគីស្ថានហើយទុរគីជាប្រទេសទូគីហើយប្រទេសមីស្រប្រទេសអេស៊ីបឬក៏ប្រទេសមីស្រប្រទេសសូរីគឺប្រទេសសូរីដល់ឡៃបើយើងមើលនៅក្នុងប្រទេសនៅអាស៊ានឌួលអាស៊ីយ៉ាជេនូបសាកអាស៊ីប្រទេសអាស៊ីប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះយើងឃើញមានថៃថៃឡែនវៀតណាម Cambodia, Nahnu, Cambodia, Laos, Philippines, Indonesia, Malaysia, Singapore, Myanmar, Timor Leste. فهذه اسم دول اسم دول في جنوب شرق آسيا. شمو بروتيه نو دمبان أزي أكني. لو نعرف أنفسنا مرة ثانية ين أعنا نوم كلون ين مدعون تيت، فنقول اسمي عثمان، أنا من كمبوديا، أنا كمبودي. اسمي عثمان، أنا من كمبوديا، أنا كمبودي. كيوم شمو عثمان، كيوم مبي برتي كمبوديا، كيوم جي كيوم مين سنجيت كمبوديا، ركو كيوم مين سنجيت كماي. ولعلكم ايضا تعرفون انفسكم يين អាច ណែន នាំ ខ្លួន ឯង ហើយ បើ យើង ចង់ សួរ មក ថា យើង ចង់ សួរ ឈ្មោះ អ្នក ដែល យើង សួរ នោះ គាត់ ជា បរោះ យើង សួរ ថា masmuka masmuka បើសិន ជា យើង អ្នក សួរ អ្នក ដែល យើង សួរ នោះ គាត់ ជា ស្ត្រី ដែល ហៅ ថា muannath អញ្ចឹង យើង ប្រើ ឃ្លា ថា masmuki អញ្ចឹង masmu ដូច គ្នា តែ ខុស គ្នា ត្រង់ កា និង គី ប្រសិន បើ អ្នក សន្ទនា នៅ ខាង មុខ យើង គាត់ ជា បរោះ គេ ហៅ ថា mudhakkar យើងប្រើម៉ាស់មូកាហើយប្រសិនបើអ្នកដែលនៅក្នុងមុខយើងនេះដែលអ្នកដែលយើងសួរនឹងគាត់ជាស្ត្រីគឺយើងប្រើម៉ាស់មូគីហើយមួយទៀតពាក្យដែលយើងត្រូវប្រើនៅក្នុងការណែនាំដែរនៅក្នុងការសួរនឹងដែរអន្តាអន្តាសម្រាប់បរោះអន្តីសម្រាប់ស្ត្រីវ៉ាកៃហ្វាហាលូកាអន្តាវ៉ាកៃហ្វាហាលូគីអន្តីនេះជា ការសង្ខេបនៅអ្វីដែលយើងបានរៀនកន្លងមកហើយហើយមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះយើងរៀនទំព័រទី10គឺអត្តរាគីបអន-នាហ្វីយ៉ាអត-តរាគីបអន-នាហ្វីយ៉ាពីសហ្វហាអាសរ៉ាអ៍អក្ទុបអក្ទុបហ្នឹងបាទដាបិស្មិលឡាហិរ-រ៉ាហ្មានិរ-រ៉ាហ៊ីម بس
بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا في الصفحة كم؟ صفحة عشرة. صفحة كم؟ صفحة عشرة. تمبوتي داب. في الصفحة عشرة لتمبوتي داب ني جمعنا وكتير ربما هي التراكيب. التراكيب أن نحوية تو. التراكيب النحوية تو كلير دال كي بنحط كروك كي بنريد أمبي بون باب كلا كلا تيتون ويجيكا نيجي سارم. جنبي بكران تاجيكا جاب دام بكران تاجيكا بنحاي تيك تيتون مريد باجي تيتون بون باب ويجيكا. جنو كنوع جملة ني يعني خلينا التدريب الأول تدريب رقم واحد تدريب ليك موي تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثالين. تبادل السؤال يعني تسأل وتجيب مع زميلك مع صديقك ينسو نشلاي ينسو خنيه توين تماق جموي نن مت روم تنا أربعة ين زميل بمعنى صديق أو الزميل هو من يدرس أو يعمل معك هذا يسمى زميل. زميل كي جنيه دال روم كانغي ركا روم كان سكسا روم تنا جموي خنيه كي هاتا زميل. ويوم جو تروكا باي جايك ألم أد معنى خلمسا نكنون زميل. زميل كي جنيه روم كانغي ركا جنيه روم كان سكسا جموي خنيه. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثالين. نجعلها في السؤال والجواب فنقول هل أنت باكستاني؟ هل أنت باكستاني؟ الطالب الثاني الجواب نعم أنا باكستاني. باكستاني هذا للمذكر. المثال اثنان مثال رقم اثنان يعطينا كلمة باكستانية. باكستانية ما معنى باكستانية؟ جنسيات باكستان دائمين بيت جي سري باكستانيون جنسيات باكستان دائمين بيت جي برا دائمين هاو تها مذكر وباكستانية نقول مؤنث. مؤنث كي بيت سري. الطالب الأول ين يو بيئ موينن دوي كني يو مو بنكات جي سمنو نن جملاي جي موينن مدروم تنع ربا جي. الطالب الأول هل أنت. المثال الأول يقول هل أنت مذكر هل أنت مؤنث هنا يقول هل أنت. هل أنت باكستانية؟ الطالب الثاني نعم أنا باكستانية. جن سمنو تانية جي جنجيت باكستاني رو جنجيت باكستان رو جملاي نعم بعد رو كتشا جن بسان يجيو جيو برا يجيو بعد يجيو بقى براي جيو ساكما يجيو تاي برسان بجيو جيو ستري يجيو بقى براي تا جا جا كنيوم كو جي جنجيت باكستان جن كي اوي بيئ موي ما ين يو مو بانكا جي سمنو نن جملاي جي موي نن مت روم تانا ربا جيو សង្ឃឹមថាគ្នាយើងអ្នកសិក្សាយើងទាំងអស់បានយល់ពីសំណួររបស់គេហើយអញ្ចឹងគេឲ្យតែមួយពាក្យទេយើងយកមកបង្កើតជាសំណួរហើយក៏ដូចជាចម្លើយដែរប្រសិនបើយើងនៅក្នុងឋានៈរៀននៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងមានគ្នា២នាក់យើងអាចបង្កើតជាម្នាក់ជាអ្នកសួរហើយម្នាក់ទៀតជាអ្នកឆ្លើយអញ្ចឹងទេ وإذا كانت كلمة مؤنثة برسن بابيانو يقرأ هل أنت. كلمة الأولى تركي نعم. أريد مشاركة يوم جنب بان كاجو روم بي سكسا يوم تن أخني برسن بأي جنب يوم كلمة ننظر في كلمة تركي. تركي تركيون
كيف نجعلها في السؤال والجواب كما في المثالين ឲ្យ ដូច នៅ ក្នុង តើ យើង អាច តើ យើង យក វា ទៅ បង្កើត ជា សំណួរ ចម្លើយ យ៉ាង ដូច ម្តេច ឲ្យ ដូច នៅ ឧទាហរណ៍ ខាង លើ ឧទាហរណ៍ ដែល គេ ឲ្យ មក បាញ់ មិញ ទាំង ពីរ ហ្នឹង ខាង លើ មួយ ជា មុذكر មួយ ជា مؤنث ចឹង និយាយ មក تركيون أول شيء ننظر هل كلمة مذكر أو مؤنث جمعنا تبعو دي ينترى بنات مغتا بيئة نوح شيء مذكر رو كو شيء مؤنث تركي إذن تركي مذكر نعم تركي مذكر شيء بحيط برا جاتي ينجو يوم مبنكات شيء سمنو ينجو آيات السهتي موي الطالب الأول طاء رقم واحد الطالب الأول ثم طاء رقم اثنان أصابع لبي ني كي سهتي بي جي سهتي موي قطع يمج تنغي ني دو جي من توان خي ميان كا جو روم دي نعم الطالب الأول كما في المثال نقول هل أنت أو أنت أنت لأن تركي مذكر هل أنت تركي هل أنت تركي ثم الجواب نقول نعم أنا تركي جن. نعم أنا تركي كلمة أخرى إذن أعيد مرة ثانية قبل أن ننتقل إلى كلمة ثانية تركي فنجعل كلمة تركي في السؤال فنقول هل أنت تركي ثم الجواب نعم أنا تركي كلمة أخرى كلمة ماذا تركي تركية تن تركية كلمة مذكر أو مؤنث نقول كلمة مؤنث لماذا مؤنث فيه تاء مربوطة جنب بيئني كي رابطها جي بيت سري بيسم داو تلو بيت سري بنا جون جي توكي دوي كنية فمن تاك قوات جي بيت سري نجعلها في سؤال يو بيئني مو دعنا سمنو الطالب الأول الطالب الأول ماذا نقول تركية فنقول هل أنت انتبه بيات تلك جملة دي كبره يعني هل أنت تبي سري هل أنت جملة دي جملة دي خوكني دي يترو جو جاتو دا هل أنت تركية تركية هذه تسمى علامة الاستفهام علامة الاستفهام ما معنى علامة الاستفهام سنياسو علامة الاستفهام يعني إنها سنياسو نعم هل أنت تركية تا نيان ركا لوسري ركا كنيا تام thana rư có tam phê tam vây đai quật đai cu son tania jeung ni jeung mơ ta cu hào thai yêu mịch phía sa khmai jeung kư miên ka bai chai miên ka yo chet to da lơ phnaik nung kư ka bong hai no ka cu som bong hai no ka krop kư jeung mơ tam chea sdai mon a jeung bọ prae thê ta muay te bọ prae tha nea rư có nieng ta muay chăng pê khlas mọ vi khos pi avay dai chea ka cu som dai chea tum niem tum lop no knong phía sa khmai bọ jeung الجواب يما الجواب نقول نعم أنا تركية تون جاء خيوم كوجي جنجيت تركي أحذف هذه
khiem lop hai da sa tai ve peng ha mien ai sei tiet de សម្រាប់ បងប្អូន យើង ដែល មាន សិភៅ អាច សរសេរ ចម្លើយ នេះ នៅ ក្នុង សិភៅ យើង តែ ម្ដង ដោយ ប្រើ ខ្មៅ ដៃ ឬ ក៏ ប្រើ ប៊ិច ចឹង ទៅ ព្រោះ ហ្នឹង វា ជា សិភៅ របស់ យើង ហើយ យើង អាច សរសេរ ទី 1 ហាត់ សរសេរ ផង ឲ្យ ធ្លាប់ ដៃ ហើយ មួយ ទៀត យើង អាច ចាំ នៅ ឃ្លា ដែល យើង បង្កើត រួច ហើយ ទាំង អស់ គ្នា នេះ ផង អិនសាអល់ឡោះ យើង ដល់ ពាក្យ មួយ ទៀត នន្តកិល ឥឡា កាលីមា អូខ្រ កាលីមា មីស្រីយុន មីស مصريون ما معنى مصريون جنجيت مصر جنجيت مصر جنجيت ازيد نجعل الكلمة في السؤال يجب بيئة مدى كنون بريوك سمنو أكدوك نو كنون تي ها كان لأ الطالب الأول هنا الطالب الثاني في الجواب الطالب الأول يقول هل هل أنت مصري مصري علامة الاستفهام سينيا سو الطالب الثاني نعم جنشلاي جبر يوك سراب نعم بعد أنا مصريون بعد خيوم جي جن جيت ازيب جيتا يو خيوم تا انا ني سرائي كو انا پروه كو انا نعم كو دوئي كنية دا نعم پروه كو پرا نعم سرائي كو پرا نعم دوئي كنية جن نو يو كو آج نعم دا دا مي كم اوي مين كا لبا كم اوي مين كا جلوم جن انا پروه كو چلائي تا انا سرائي كو چلائي تا انا دوئي كنية كلمة اخرى مصرية كلمة أخرى هي مصرية مصرية من نيك بقى برايتها جن جيت إزيب دا بيت سري نجعل كلمة في السؤال والجواب يجو بيئ ني يو مبنكا جي كليا سمنو نن جملاي فنقول هل أنت ألا عفوا سمتو هل أنت مصرية علامة الاستفهام هل أنت مصرية تا نيا كي جون جيت ازيب رو بسرعي نه الجواب نعم أنا مصرية تون جا خيوم كو جيه جون جيت ازيب جينا سال بي بي اتيت او ما شاء الله خيوم محمد يوسف قد سي جيه سالة تنگ بسن بو آج set keyboard chia pizza rap mùi tí tớ đâm bây giờ nghe xuống không cao sơ xế MashaAllah Anna Cambodia Dạ thường MashaAllah Ahlan wa sahlan Dương ai sơ xế chia phong rap tớ Alhamdulillah MashaAllah Akun chan Jazakumullah khairan Chân dơ mơ ní Chân chúng ta để đôi khi nếu cứ hal Amin ai prai pro thế نعم أنا có ở miền ấy phải pro đấy cứ miền nơi thế đôi khi đấy pro tiếng sậy hay hal có đôi khi đấy dân suy pro có hal suy sậy có hal đôi khi đấy dân sao pi pi tiết bắc kia kalimata này suriyun mà mana suriyun chun chiết siri chun chiết siri mà dân hát là siri nói cho al kalima في السؤال الطالب الأول سهتي موي
الطالب الطالب جيب أساقات ما بيبي طالب سهتي بوي نسه تبي الطالب الأول يسأل هل عفوا هل أنت سوري سوري لا لا خط صغير أجي سي توي توي ما خير ركا يمي والله أعلم سيكون تامر خير دي جا هل أنت سوري تاني أجي جون جيت سوري ر سيري ر الجواب نعم نعم أنا سوريون كم أجا بطايم بونجو تيتا تونس يعني بوكينتا نكلاك وتسامي من كاشر لامدا فاصلة علامة فاصلة دايما هاو تاكوما سياك بيني نكون في سارة كيوين سي لانلى كيوين سي لانلى كيوين سي بابني شكرام شي تارة يوين سي لانلى نكيجم لك مو دايما جنام داي riết đôi chia sò vào á sò lệ muối tới dừng rồi thôi lơ bạn đi biệt thuộc hàng lơ phải sao làm đấy cái này biệt thuộc hàng khó bây giờ sẽ chia công chủ tớ cứ viên lột xây nhà cả ho mới có xây nhà sầm quan máu nột máu thai giờ sẽ khó cái này là khi đó bịa trong khói ما شاء الله حبصرة أنا سو نعم أنا سوري نعم الآن كلمة أخيرة هي سورية سورية ما معنى سورية جنجيت سيري بيت سري نجعل كلمة في السؤال والجواب الطالب الأول ثم الطالب الثاني الطالب الأول يلا اكتبوا ما هو السؤال انتظر قليلا لعل أحدنا يأتي بالجواب حتى أكتب لكم على السبورة جم تك دم بي خلاك مين كنا يجيون فضال تي جم لاي ما يوم تسي نولي كداكين دم أخني هل نعم هل أن بو أمين درس آي تابع دع برس نوك نوك توسام جنك تي dựng ai an thà hal anti nam sahi hal anti suriyatun syukran hal anti suriyatun thumma la nansa alamata istifham yang komplek sinya su pro clear yang chia prayok prayok dai yang thua thua se ni kư chia prayok sumnu chúng ta dùng complete sinh nhà xua nữa hal bộ ca sẽ xế cứ tiêm tia ở đại sinh nhà tại bên dưới dương a giờ sầm qua tam giờ ca lực đại sầm lên bàn đó là giờ ca dưới cứ ca sẽ xế cứ dương trở đại sinh nhà thì có đại chấm nói dạy bàn trầm trở shukran thum atalibu thani nam jazakumullah khairan nam ana suriyatun al jawab nam نعم أنا سورية تن جاء كيوم كو جيه جون جيت سيري جنة نقنون سيبهو كتاب بو جن كو بيئ جن آترم نن هاي كو بنتا كيوم جان بطايم تيك سمراب جن سمراب جيه جون جيت كماي جن جن آي chúng ta nhầm lục anh đi sẵn
ជាងអាចនិយាយបានថាមេរៀនបុជិតខានីសគឺការសួរបញ្ជាក់អំពីជនជាតិយើងអាចថាយើងឃើញមកគាត់ឃើញការនិយាយឃើញត្រង់ត្រីរបស់គាត់ចឹងទៅយើងអាចសង្ស័យថាជាជនជាតិអ្វីមួយឧទាហរណ៍ចឹងយើងឃើញកន្លងមកហើយយើងបានបីជនជាតិហើយជនជាតិទួរគីមីស្រីនិងស៊ូរីចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងសភៅរបស់យើងគេឲ្យជាឧទាហរណ៍មានបីជនជាតិគឺជនជាតិទួរគីនិងជនជាតិអេស៊ីប មួយទៀតគឺជនជាតិស៊ីរីទាំងប្រុសទាំងស្រីអញ្ចឹងយើងចង់ខ្ញុំចង់បន្ថែមជនជាតិនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងយើងឧបសគ្គអាស៊ីអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមពីប្រទេសរបស់យើងកម្ពុជាកម្ពុឌីយុនហ្វាណាខុនកម្ពុជាកម្ពុឌីយុនជនជាតិខ្មែរឬក៏សញ្ជាតិខ្មែរ نجعل الكلمة في الجملة الطالب الأول ثم الطالب الثاني نعم الطالب الأول كيف نقول أو كيف نكتب هل نعم انتظر هنا يأتي تعليق أو لا نعم هل هل أنت كم كمبودي تانيت كمبوديا ركوتشيجيت كمايرو علامة الاستفهام جزاكم الله خيرا نعم السؤال لابد من هذه علامة بريوك سمنو جمع يون كمبلج سنيا سو تسمى علامة الاستفهام سنيا استفهام الجواب نعم الجواب نعم أنا ما شاء الله الآن جاء نعم أنا كمبودي អានាកម្ពុជាយុនម៉ាត់ខ្ញុំគឺជាជនជាតិកម្ពុជាឬក៏ស្រុកខ្មែរយើងហៅថាសញ្ជាតិខ្មែរណាមអូរីតអកូលមូអានណាស់ខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំជាភេទស្រីខ្ញុំចង់សួរទៅភេទស្រីតើយើងគួរសួរថាយើងសួរថាយ៉ាងម៉េចទៅយោងតាមមេរៀនរបស់យើងដែលបានយើងរៀនដែលយើងបានរៀនកន្លងមកបាញ់មិញណាអញ្ចឹងកម្ពុជាយុនមូសាកាជាភេទប្រុសណាម انتظر هنا ما شاء الله في جاء التفاؤلات من كاتوروم كمبودية أو كمبودية 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 يا تون هنا كلمة مؤنث بيئة كوسم داوت اللو بيت سري نجعل كلمة في السؤال نجعل كلمة في السؤال الطالب الأول ثم نجعلها في الجواب أيضا الطالب الثاني الطالب الأول يقول هل نعم هل أنت ما شاء الله هل أنت كمبودية ثم علامة الاستفهام علامة ماذا؟ علامة الاستفهام سنيا سو وجوابه نعم نعم أنا كمبودية أنا كمبودية نعم أنا كمبودية جاء كيوم كوشي شنشيت كمبوشي نعم نحن كمبودي
طيب ننتقل الى دوله اخرى يعني تاو بتيه ផ្សេង ផ្សេង ទៀត ដែល ជុំ វិញ យើង តា យើង គួរ ដាក់ ប្រទេស អី نعم ما الدولة أو ما الجنسية التي نريد أن نكتبها الآن؟ نحن أنا كمبودي الآن كمبودي خلاص انتهينا من كمبودي وننتقل إلى دولة أخرى وجنسية أخرى سنجيب سيدت تايين جانداء سنجيب أي هل أحدنا يكتب؟ نعم لم يأتي نعم لنقول ماذا ماليزي مع من ماليزي ما مالي ماليزي عفوا ماليزي ماليزي مع من ماليزي جنسية ماليزي رقم يعني هذا جنسية ملية نعم نجعل كلمة في السؤال الطالب الأول طا رقم واحد سؤال هذا سؤال كيف نقول هل أنت ماليزي ماليزي هذا يستفيد هل أنت ماليزي هل أنت ماليزي علامة الاستفهام علامة الاستفهام سنياسو جن جن دعتها يسو تتا نأكو جن جن ماليزي رو نعم الطالب الثاني ساتيبي دال جي مت بها رواح جن قد آج شلاوي تا يمج نف نون بيرين بها جن جن شلاوي تا نعم 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 أنا ماليزي عفوا نعم أنا ماليزي جن بات خيام كو جي جن جيت ماليزي نعم نعم أنا أحدنا يكتب أنا بدون ألف ميكني ين كنت سي نو كنون ني انا ات مين الف بليك الف چنگ تي انا ان ات ان تھا انا تي ان تھا ان هاي ان رو كو ان نا چنگ تي ترو تھائم الف 1 كو يو سي باب ني ا چاج ات توان بو يو سي ان چه كانا ات مين الف كو وي چاج جي تمرون ني چنگ تي ان ات ترو تي دا ترو كو انا ما شاء الله لوب بن هاي الحمد لله اكون جران ما شاء الله استنبول استنبول تيكرونغ تيكرونغ របស់ ប្រទេស توكي ចឹងទេ យើង មិន អាច ដាក់ ថា ជា ជនជាតិ បាន ទេ អាច ដាក់ ថា توكي នៅ ក្នុង ប្រទេស توكي ជា ជនជាតិ توكي ឬ ក៏ យើង អាច និយាយ ថា ជា អ្នក ស្រុក استنبول استنبولي ក៏ ប៉ុន្តែ បើ យើង និយាយ ពី ប្រទេស គឺ មិន ត្រូវ គេ ប្រទេស توكي ណា តែ បើ ក្នុង ក្នុង ស្រុក យើង អាច និយាយ អាច អាច ទៅ ខ្លះ យើង អាច និយាយ បាន ថា ខ្ញុំ ជា អ្នក ជា អ្នក ទី ក្រុង Istanbul អាច ណា Istanbuli au Istanbuliyatun ក៏ប៉ុន្តែ យើង nahnu al-an natahaddathu 'an ad-dawlah natahaddathu 'an ad-dawlah wal-jinsiyyah យើង កំពុង តែ និយាយ អំពី ប្រទេស និង សញ្ជាតិ អញ្ចឹង Istanbul Istanbul hiya ismun lil-madina ជា ឈ្មោះ របស់ ទី ក្រុង ទេ អញ្ចឹង យើង គិត ថា យើង មិន ប្រើ ទេ من برابي إستنبول دي كلمة أخرى دولة أخرى جنسية أخرى الآن عندنا ماليزي و جنسية أخرى مثلا تايلاندي تايلاند تايلاندي يون ما معنى تايلاندي يون
chun chiet thai thailandian chun chiet thai ri ko thai long tae srok khmai ha tha thai chun chiet thai naj'alu kalima fi su'al wal jawab at-talib al-awwal thumma at-talib الثاني طالب الأول يسأل هل أنت اكتب أزرق هل أنت تايلاندي جن ثم علامة الاستفهام تاني تشون تشيت تايرو الجواب نعم أنا تايلاندي ين بعد خيام كويشي تشون تشيت thầy messi là almuannas kalam mình dùng phải phép sợi trong person ba phép sợi malaysian cái phần đặc tốt malaysian person ba sợi malaysian hay thailand person ba sợi như thế thailand dia thì vậy thôi. Cho nên chia mùa chuẩn chiết bây giờ bạn pi hết nào Asia khné trên núp sạc Asia bao nhiêu chứ giờ nó sau là đôi chị ấy tiết đôi potato xem tiết là khiêm lộc đi sẵn là bây giờ khiêm sẽ trầm tài mua thế đầm bây giờ bây giờ sẽ chị sầm nô đang chầm lái اكتب هنا ماليزي عندنا ماليزي تايلاندي باقي فيتنام ميون فيتناميون ما معنى فيتناميون جن جيت فيتنام ثم لاوسيون ثم اندو Indonesian. Mà bạn Indonesian, chuẩn chiết Indonesia. Laosian, chuẩn chiết Lào. Vietnamian, chuẩn chiết Việt Nam. Và dân sĩ thứ Okhara. Mà hiện đâu là? Burmian. Mana Burmian? Pumia, Chunjit, Pumia. Wahid Ithnan, Thalatha, Arba, Khamsa, Sitta, Sab'a, Thamaniya, Filipini. Filipini yun mana Filipini yun cunciet Filipin
وسنغافورة سنغافوري جن جيت سنغافور جن سال جن جيت ايتيت دال نو ازيا كني بوه جن فيتنام لاوس اندونيسيا بورمي فيليبيني سنغافوري ماليزيا تايلاندي Pietimui Bakam, Vietnam, Vietnamian, Thai Chang, the Kong Balloon. Vietnamian, him I should say, no kidney, Madame Tiet Ban. Kidney, I, him look kidney. At top honour. الكلمة الأولى بيت تي موي بيت دبون كو كيم سي نو خانو ده سا چاڠ بي كهوم چڠ تي نو كيم سي نو تني دوي كنيه تي كو بات ني فيت نامي يون چن چيت فيتنام هاي بيت تي 2 كو لاوس لاوس كو چن چيت لاو هاي ني چي كل هذه كلمات مذكر للمذكر اذا نريد ان نقول للمؤنث فنزيد تاء في الاخير فيتناميه فلبينيه سنغافوريه لاوسيه اندونيسيه برميه واذا نريد ان نسال كم الوقت الان انتهى الوقت حان الوقت نعم نواصل قليلا ثم نتوقف عند هذا الحد ان شاء الله يوم طالما تجديد هاي بتوبين ين قاسمرا ان شاء الله ساي جام دي جو كني اذا مثلا كلمه لاوسيه نعم هنا من اي نعم احدنا يكتب من كني ين قاتل سي هل انت لاوسي الحمد لله نعم نعم انا لاوسي كلمه اخرى اندونيسي اندونيسيون هل احدنا يكتب ايضا اندونيسيون وبورميين برمي بومي برتي بومي نعم هذه هي كلمات التي تدل على جنسيه تاني كي تشبي دال سمداو سمراب بنجيه بي جنسيت رو كو سنجيت ដែល នៅក្នុង សភៅ នៅក្នុង គិតាប របស់ យើង សភៅ ពុំ របស់ យើង គឺ យើង មាន 3 ជនជាតិ ហើយ បន្ទាប់ ពី ហ្នឹង ខ្ញុំ ក៏ បាន បន្ថែម ឲ្យ أزيدولي أدوال في منطقتنا ឈ្មោះ បណ្ដា ប្រទេស ដែល នៅ ក្នុង តំបន់ របស់ យើង في منطقتنا وهي دول جنوب شرق آسيا បណ្ដា ប្រទេស នៅ តំបន់ أزي أكني الحمد لله أرجو أن قد انتفعتم بهذا القدر قد استفدتم من درسنا اليوم وإلى أن نلتقي غدا بإذن الله تعالى في نفس الوقت غدا إن شاء الله نلتقي بإذن الله تعالى هل أحدنا عنده سؤال مننا قد من زمنور كمال أي تأتون كميرين بوجهك ប្រសិន បើ មាន ខ្ញុំ អាច មុន នឹង បញ្ចប់ យើង អាច ឆ្លើយ ជួយ ឆ្លើយ នឹង សំណួរ ដើម្បី យើង បាន ជា ប្រយោជន៍ ទាំង អស់ គ្នា អិនសាអល់ឡោះ هل أنت إندونيسي؟ نعم أنا إندونيسي. نعم علامة الاستفهام. سنياسو نا. لا تنسى علامة الاستفهام. جو سوم كومبليت سنياسو. إذا كانت الجملة استفهامية برسن با كلير نو كو جي كلير سمنو يو ترى دا سنيا سو هل مثلا هل انت اندونيسي هل انت اندونيسي علامة الاستفهام سنيا سو ثم الجواب نعم انا اندونيسي نعم الحمد لله جزاكم الله خيرا على هذه المشاركة على هذه التفاعلات وأسأل الله لي ولكم التوفيق في الدارين اللهم آمين
ونختم مجلسنا بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.